السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. معكم المعلمة سوزان براهمي من المدارس الفلسطينية في قطر. أطفالي، تعلمون أن حديقة اللغة العربية حديقة واسعة وشاملة وتحمل لنا الحروف والكلمات الجميلة. لننطلق معا إلى حديقة اللغة العربية ونراجع أصوات الحروف سويا. هيا يا أطفالي. إب، إت، إف، إج، إح، إخ، إد، إذ، إر، إز، إس، إش، إص، إض، إط، إظ، أع. وصلنا إلى هذا الحرف، حرف العين، وصوته إع. يا ترى ما هو الحرف الذي يأتي بعد حرف العين؟ إنه هذا الحرف. ما اسمه وما صوته ومن هم أصدقاؤه؟ دعونا نذهب ونكتشف سوياً في حديقة اللغة العربية ونبحث عن هذا الحرف. هيا يا أطفالي. لنستمع سوياً إلى قصة الحرف. كان هناك ببغاء وغزال يجلسون على شاطئ مدينة فلسطينية جميلة. هذه المدينة تسمى غزة. كان الناس يستمتعون على الشاطئ، فالسماء صافية بلا غيوم، والأطفال يلعبون بالرمل، وآخرون يسبحون بالماء، وهناك عائلة تتناول طعام الغداء، وطفلة أخرى تأكل غزل البنات. لعب الغزال والببغاء ومرحا وقتا طويلا، وعند المساء وقفا ليشاهدا منظر غروب الشمس، وفجأة تجمعت غيوم كثيفة في السماء. تجمعت الغيوم كأنها ستمطر، وظهر غراب يصيح، غيوم وعواصف، ومطر غزير. صاح ضاحكا: ستغرق غزة. سمع الببغاء وقال: بل مطر وفير وخير من الله. رد الغراب صائحا: بل ستغرق غزة، فالمطر غزير. رد الببغاء مغنيا بصوت جميل: لا، لن تغرق غزة هاشم، لن تغرق رمز العزة، ستبقى غزة غزالة جميلة تتغاوى بجمالها بين المدن. هيا يا أطفالي لنراجع سويا بعض الكلمات التي وردت معنا في القصة. انظروا إلى هذه المدينة الجميلة، ما اسمها؟ غزة. ورد معنا أيضا كلمات غزال، غزال. كذلك ببغاء، ببغاء. وغراب، غراب. وكلمة غروب.
استمعنا في القصة أيضا إلى كلمة غيوم، غيوم. وشاهدنا أيضا طفلة جميلة تأكل غزل البنات، غزل البنات. أطفالي الأحباء، لقد تكرر معنا في قصتنا الجميلة حرف جميل من حروف اللغة العربية، وقد شاهدناه في بداية درسنا لكن لم نتعرف إلى اسمه وإلى صوته. يا ترى ما اسمه وما صوته؟ دعونا نذهب ونكتشف ما هو هذا الحرف. هيا يا أطفالي. أطفالي، شاهدوا هذه الغزالة الجميلة تحمل لنا هدية، تحمل لنا حرفنا لهذا اليوم، إنه حرف الغين. أحضرت لنا هذه الغزالة هدية جميلة وهو حرف الغين. شكراً أيتها الغزالة، لقد أخبرتني الغزالة بأن صوت حرف الغين هو إغ إغ. لنستقبل معاً وسوياً حرفنا لهذا اليوم وهو حرف الغين، ونذهب ونكتشف كلمات ومفردات تحوي حرف الغين. هيا يا أطفالي. غربال، غربال. مغناطيس، مغناطيس. غوريلا، غوريلا. أيضا كلمة أصباغ، أصباغ. أطفالي الأحباء، بعد أن تعرفنا على ضيفنا لهذا اليوم وهو حرف الغين وصوته إغ، دعونا نتعلم سويا كيفية كتابة حرف الغين. هيا نكتب حرف الغين معا يا أطفالي. أحبائي، كما تعلمنا سابقا أن حروف اللغة العربية تتكون من 28 حرفا، نبدأها بحرف الألف وتنتهي بحرف الياء، وحرف الغين هو الحرف 19 من حروف اللغة العربية. لننطلق سويا نتعرف كيفية كتابة حرف الغين. هيا يا أطفالي استعدوا للكتابة لنكتب سويا. في البداية نصف دائرة صغيرة فوق السطر، تمسك بنصف دائرة كبيرة وفوقها نقطة. مرة أخرى، نصف دائرة صغيرة تمسك بنصف دائرة كبيرة نقطة. استمروا في الكتابة يا أطفالي. نصف دائرة صغيرة تمسك بنصف دائرة كبيرة ونقطة. مرة أخيرة، هيا يا أطفالي. أحسنتم، أنتم رائعون في الكتابة، بارك الله فيكم. أطفالي، كما تعلمنا دائما أن حروفنا العربية لها أشكال ومواضع في الكلمات، وحرف الغين إغ له أربعة أشكال تأتي في مواضع مختلفة في الكلمة. لنتعرف على أشكال حرف الغين. إغ في أول الكلمة يمد يده ويمسك الحرف الذي يأتي بعده، ثم هذا الشكل إغ في وسط الكلمة يقوم بمد يديه الاثنتين ليمسك الحرف الذي يأتي قبله والحرف الذي يأتي بعده. والشكل الثالث إغ في آخر الكلمة متصل يقوم بمد يده ليمسك الحرف الذي يأتي قبله. وآخر شكل من أشكال حرف الإغ في آخر الكلمة منفصل يأتي جالسا لوحده لا يمسك بأي حرف. إذن لحرف الإغ أربعة أشكال، في أول الكلمة، وسط الكلمة،
وآخر الكلمة متصل وآخر الكلمة منفصل. الآن سوف نراجع أشكال حرف الإغ الأربعة من خلال هذا النشاط الجميل. دعوني يا أطفال أسمع أصواتكم وأنتم تشاركون وتعرفون الشكل المناسب لحرف الإغ في هذه الكلمات. أول صورة عندي هذه غسالة، أحسنتم، غسالة. يا ترى أي شكل من أشكال حرف الإغ؟ أول الكلمة، وسطها أم آخرها؟ دعونا نكتشف سويا، هيا يا أطفالي. أحسنتم، هذا الشكل، إنه في أول الكلمة. الصورة الثانية ببغاء، ببغاء. يا ترى أي شكل من أشكال حرف الغين ستحمل لنا؟ أحسنتم، هذا الشكل في وسط الكلمة، رائعون. أما الصورة الثالثة هي صورة صمغ، صمغ. يا ترى أي شكل؟ في آخر الكلمة، أحسنتم، وفي آخر الكلمة لها شكلان، منفصل ومتصل. يا ترى أي شكل؟ هيا نتعرف سويا. رائعون يا أطفالي، أحسنتم، هذا الشكل المناسب. كذلك آخر صورة، إنها صورة دماغ، دماغ. يا ترى أي شكل؟ هيا معا يا أطفالي، أحسنتم، هذا الشكل. إذا تعرفنا من خلال هذا النشاط إلى أشكال حرف الإغ الأربعة، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وآخر الكلمة متصل ومنفصل. أنتم حقا رائعون، شكرا لكم يا أطفالي. أحبائي، هيا نساعد غزل وغازي للعثور على حرف الإغ بشكله المناسب من بين هذه الحروف ووضع دائرة عليه. هيا يا أطفالي ساعدوني، وأريد أن أسمع أصواتكم. هيا نبحث سويا. أحسنتم، أيضا ممتاز، شكلا آخر، رائع، ممتاز، أيضا ممتاز. هل بقي هناك أيضا حرف الإغ؟ نعم، إنه هنا، ممتاز. أنتم حقا رائعون ومميزون، شكرا لكم يا أذكياء. في الختام يا أطفالي، لنتعلم أن غزة هي مدينة فلسطينية جميلة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتشتهر بصيد السمك. ونحن نحب وطننا فلسطين، ونعتز بجميع المدن الفلسطينية، ومدينة غزة الرائعة هي من أجمل المدن الفلسطينية. شكراً يا أطفالي لحسن استماعكم. أتمنى الاستفادة للجميع، وألقاكم قريباً إن شاء الله في درس جديد من دروس اللغة العربية. لقد كنتم رائعون اليوم، شكراً لكم. إلى اللقاء يا أطفالي الأحباء، مع السلامة.